السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أشرح لكم الواجب الخاص بـ215 البارت الثاني. أول بارت هنتكلم عليه هو عبارة عن مقارنة ما بين السيمتريك والأسيمتريك كي سيستمز بأسلوبنا. أول حاجة بيطلب مني إن أنا أعرف الاثنين اللي هو السيمتريك والأسيمتريك إنكريبشن سيستم. في حالة السيمتريك معنى كده إن أنا بستخدم سنجل كي مفتاح واحد في عملية التشفير وعملية فك التشفير. السيمتريك كي انكريبشن المفروض انها سريعه، لكن عيبها انها مش سكيور، لان انا محتاج ان انا ابعت الانكريبشن كي للطرف الثاني عشان يفك تشفير البيانات ده. فلو حد اكتشفه او عرفه معنى كده ان كل حاجه بتنكشف قدامه، سواء عمليه التشفير وفك التشفير. الاسيمتريك معنى كده انه بيتم استخدام ديفرنت كيز، معنى كده ان بيكون في كي خاص بالتشفير وكي تاني خاص بفك التشفير. طبعا الاسيمتريك اللي هو البابليك كي سيستم اللي بيحصل فيه ان كل يوزر بيكون عنده بابليك كي وبرايفت كي. البابليك كي بيكون متاح لكل الناس والبرايفت كي بيكون موجود عنده هو فقط، وان انا ممكن اشفر البيانات باستخدام اي من الكيز. يعني انا لو شفرت البيانات باستخدام البابليك هيتم فك التشفير الخاص بيها باستخدام البرايفت والعكس. طبعا انا كاتب لكم كلام ممكن تعيدوا الصياغه ليه وتكتبوه باسلوبكم، او حضراتكم ممكن تعملوا سيرش على النت عن الاسيمتريك والسيمتريك وتحاولوا تكتبوا برضه باسلوبكم. محدش ياخد الكلام اللي موجود هنا نصا، هتاخده نصا يبقى هيحصل مشكله لانه هيكتشف هيبقى فيه تشابه. ممكن نتكلم عن الفقره الثانيه اللي هو بيقول لي الميزات والعيوب الخاصه بكل واحد منهم. طبعا احنا عندنا في حاله السيمتريك كنا بنقول ان هو سريع، لكن عيبه ان هو مش سكيور، يبقى دي ميزه وده عيب ممكن نحطها على شكل جدول. في حالة الأسيمتريك هو سيكيور، ليه؟ لأنه بيتمش تبادل الكيز ما بين السورس والديستنيشن، كل واحد عنده البابليك كي والبرايفت كي الخاص بيه، لكن عيبه إن هو بطيء مقارنة بالسيمتريك. كمان في حالة الأسيمتريك الكيز المفروض إنها بيكون حجمها كبير، ليه؟ علشان نزود السيكيورتي بتاعته، وبالتالي بتحتاج بروسيسنج تايم أكتر، يعني معنى كده إنها هتكون أبطأ لكنها أقوى. نتنقل للمرحلة الثالثة أو الفقرة الثالثة اللي هو بيقول لي قول لي الأبليكيشن على كل من السيمتريك والأسيمتريك. السيمتريك إحنا بنستخدمه في عملية تشفير الملفات والرسائل المتبادلة ما بين السورس والديستنيشن لأنه أسرع. إنما الأسيمتريك إحنا بنستخدمه في حاجات تانية اللي هي زي الديجيتال سيجنتشر أو الـ SSL والـ SSH والحاجات دي كلها. ممكن حضراتكم تعيدوا صياغة للفقرات ديت وتكتبوها بأسلوبكم، أو مثلا ممكن أخد موضوع الـ SSL ده وأروح أبحث على تعريف ليه سطر واحد مثلا وأقول إنه الـ Asymmetric Encryption System بيتم استخدامه في الـ SSL اللي هو Secure Socket Layer. طبعا في نهاية السؤال لازم حضراتكم تحطوا الـ References اللي أنتوا استخدمتوها، وطبعا هو بيقول لي إن عدد الإجمالي للكلمات ما يزيدش عن 250 كلمة. نيجي نتكلم على الـ Data Encryption Standard اللي هو البارت الثاني. طبعا هو بيقول لي هنا عرف لي الـ Data Encryption Standard. حضراتكم ممكن تروحوا على الانترنت وتكتبوا كلمة Define Data Encryption Standard، هيديني لستة أو مواقع كتير جدا فيها معلومات ده. أنا حطيت لحضراتكم هنا تعريف، ممكن تعيدوا الصياغة الخاصة بيه، وعايز أأكد على نقط بس كده، إنه وأنت بتكتب التعريف لازم تخلي بالك من إنه حتة 56 بت كي، إن الكي بتاعها 56 بت، وإن هي نوع من أنواع اللي هي البلوك سايفر، معنى كده إنها تشتغل على بلوكات. يبقى دي أهم نقطتين عندي، الباقي طبعًا كلها حاجات عامة. نيجي نتكلم على الهيستوري الخاص بيها. طبعًا الداتا إنكريبشن ستاندرد كانت موجودة في السبعينات، اكتشفتها أو ابتكرتها شركة IBM. يفترض إنه طلع بعدها حاجة اسمها تريبل داتا إنكريبشن ستاندرد، وبعدين نهائيًا في الألفينات تم استبدالها بالـ Advanced Encryption System. كل ده History لازم حضراتكم تعيدوا الصياغة بتاعته وتقروه وتعيدوا صياغته. السؤال الثالث أو الفقرة الثالثة هو بيقول لي هنا هنتكلم على نوع من الـ Data Encryption Standard اسمه Simplified Data Encryption Standard. Simplified مقصود بيها إنه بيتم استخدامها لأغراض تعليمية. إحنا عايزين نعمل عملية Generations الكيز. نفس الخطوات أو الخطوات اللي موجودة هنا بالظبط هتكون واحدة لكلكم، بس عايز انبه لحاجة. هو هنا بيقول لي ايه عشان نعمل جينيريت الكي 1 يبقى ننفذ الخطوة A و B و C. خلاص يبقى انا ممكن اجي اعمل ايه، اخد ال A وال B وال C واكتبهم تحت هنا، يعني اكتب هنا ال A وال B وال C عشان اعمل جينيريت للكي 1.
وكمان عشان نعمل جنريت للكي 2 فالمفروض ان احنا بننفذ او نكتب الاربع خطوات دول اللي هم كده كلهم. يعني ممكن اقول كده واكتبهم لو في كلام يقدر التغيير، يعني مثلا بدل apply او execute مثلا، يعني احاول اعيد صياغه السطور ديت باسلوبي، بس في كلمات لازم تتساب زي ما هي، يعني permutation ملهاش تعديل، left shift ملهاش تعديل، فمن الافضل ان حضرتك تسيبوها زي ما هي كده. نيجي نتكلم بعد كده على الفقره رقم 4 اللي هو التعريف الخاص بالسمبليفايد داتا انكريبشن ستاندرد، وبيشمل هي بتشتغل ازاي. طبعا هنا عشان تعرفها هنروح على الانترنت ونجيب عنها شويه معلومات، وكمان طبعا لانه الفقره دي عليها كام درجه، الفقره دي عليها 12 درجه، فالتعريف بس مش هيبقى صح، التعريف فقط وطريقه التشفير وفك التشفير ليها. طبعا هنا موجود رسمه هنا بيقول لي عمليه الانكريبشن بيبقى فيها خمس خطوات اللي هو اي بي والاف دبليو والاس دبليو والاف كي والاي بي انفرس وهكذا، والديكريبشن نفس الاسلوب. فانا كاتب لحضراتكم اللي هو الاجابه اللي يفترض ان هي نموذجيه للحل ده، حضراتكم بتعيدوا الصياغه بتاعتها مع الحفاظ على الكلمات الرئيسية، يعني مفيش حد يجي يغير يتزاكى هنا ويجي يقول لي أنا هغير كلمة function مثلا وأشيل function أو أحطها بحاجة تانية، أو إن أنا أغير كلمة IP أو أس سالب واحد دي وأحطها IP واحد على IP واحد، لا ده حاجة ستاندرد. ممكن نتكلم في الفقرة اللي بعدها اللي هي الميزات والعيوب الخاصة بالـ Data Encryption Standard. طبعا هو بيقول ان الداتا انكريبشن ستاندرد ابتكروها من السبعينات، هي حاجه عامه او جنرال معنى كده انها انسي، وايزو ستاندرد معنى كده انه اي حد ممكن يتعلمها ويستخدمها. طبعا العيوب بتاعتها انه الكي الخاص بيها كان 56 بت كي، معنى كده انه ممكن يحصل له عمليه كراكنج خصوصا مع تطور التكنولوجي اللي موجود عندنا دلوقتي وزياده سرعات اجهزه الكمبيوتر. طبعا ممكن تدوروا على الانترنت على ميزات وعيوب اكتر من كده، دي عينه بس منها. اخر فقره كان بيقول لي يا ترى الداتا انكريبشن ستاندرد هل هي سكيور ميكانيزم تو بروتكت الالكترونيك داتا دلوقت ولا لا. طبعا لو حضراتكم فاكرين انا قلت في الهيستوري ان الداتا انكريبشن ستاندرد تم استبدالها، هو الفكره كلها انه كان في حاجه اسمها الار اس اي، زي ما يكون في حروب ما بين الشركات اللي بتبتكر انظمه التشفير. فالار اس اي العلماء دول عرضوا ان هم يعملوا كراكنج للداتا انكريبشن ستاندرد، وعرضوا جايزه ماليه، وبالفعل تم اختراقها اللي هي داتا انكريبشن ستاندرد. في التسعينات طبعا تم استبدال الداتا انكريبشن ستاندرد بحاجه اسمها تريبل داتا انكريبشن ستاندرد، هي نفس الطريقه بالظبط لكن بيتم بتنفيذها ثلاث مرات باستخدام كي مختلفه، وبعد كده في النهاية خالص تم استبدالها بحاجة اسمها الـ Advanced Encryption Standard. السؤال هنا بيقولي هل هي secure؟ هقوله لا. ليه؟ هنا زي ما بيقولي No, the Data Encryption Standard is now considered insecure. ليه؟ لأنه الـ Key Size الخاص بيها بيكون صغير جدا، وبالتالي ممكن حد يعمله Cracking ويتعرف عليه. خلي بالكم أنا بحاول أديكم أفكار للحلول، لازم الكلام ده يكون موجود في الحل. طبعا ده المفروض انه عبارة عن سؤال مكتوب لي على 1200 كلمة على شكل ريبورت، يعني لازم يكون فيه introduction و discussion و conclusion، وفي النهاية بيكون فيه reference، وكمان بيقول لي ان انا لازم اديله رسمة او table في كل سؤال. السؤال الثالث اللي هو simplified data encryption standard، ازاي نعمل عملية generating للكيز وتشفير لحاجات معينة، ده انا هبعته لكم اما يوصلني السؤال الاول والثاني محلولين، يعني حضرتك هتحل وتبعت لي الاول والثاني، عايزني ابعت لك الثالث وانت براحتك ما عنديش مشكله خالص، بس هتديني وقت يعني 3 ايام ولا حاجه، 3 4 ايام من النهارده ان شاء الله. يبقى اذا اللي انا عايز اكد عليه ان السؤال الرابع او الفقره اللي هي سي ده هيكون كامل من عندك، مجرد ان انت بس تغير في الكلمات الاساسيه والكلام ده، انما طريقه الحل هتكون مختلفة لكل واحد، يعني الاسم محمد هيكون لي حل تاني مختلف عن الاسم فهد، هيكون لي حل تالت مختلف عن الاسم مثلا سعد، كل واحد منهم بيكون لي حل مختلف، أنا هظبطه لكم وهبعته لكم إن شاء الله. شكرا، سلام عليكم.